المنبي تفكر طبعا محمود المنبي بصر ما بعد الجزء الأخير تمام. وركبنا القماش هذه قماش الدمورة بما ركبناها يعني انتوا شايفين يا جماعه اهو القماش وهنعرف دلوقتي هو ركب لل تاستر ركبت ده قماش دمور ليه ما ده في النص ده في القعده لكن في الظهر لازم يبقى قماش بس ولازم نركب قماش الدمور في النص صح كده خلصت يا اسطى ها ركب ادي تركيب القعده بقى يا جماعه كده بقى احنا فنشنا كل حاجه تمام زي ما انتم شايفين اهي قدامكم ادي القعده اهي زي ما انتم شايفينها وريها لكم بقى وهي بتركب ازاي القعدة بتاعتها اهي تركيب القعدة بقى نوريها لكم ازاي بص زي ما انتوا شايفين كده بنقيس في النص تمام عشان نركب القاعدة تمام قال يا عم الله يكرمك يا
هذه تركيب القعدة اللي أنا قدامكم. مش ابيض اسود ده يعني؟ مش ابيض ده مش ابيض ده بتاعه اصلا. ايوه انا بقول لك مش حد يبيع السن صغير احسن. انا عندي هنا طويل ولا لا؟ السن صغير يربط معاك احسن من ده. بلاستيكه بتاعت انتوا شايفين يا جماعه بنربط القعده بتاعتها تمام زي ما انتوا شايفين.
ماشي فاين. لكن على الفور كده على حتى انا مثبت دي هنا على دول، هم عاملين اثنين هنا عاملين واحده هنا مش كشبه. دي حتة يا عبد شوفي كده حتة من الكنبة، من الكنبة فضلة دي نحمل المواسم يا عمر. Sono un cuscino a mano. Ora venga! Attacca la gente, non sta. E là c'è una scena, non c'è cazzo. Attacca la gente, non c'è una scena, non c'è cazzo. عشان مفيش خشبة من تحت. موريكو برضو ايه كل حاجة زي ما انتو شايفين. نتك على ابدا واخد واحدة تانية هنا كده. لا عشان مش هنعمل اي حاجة كده خلاص. زي ما انتو شايفين يا جماعة هذه القعدة بعد ما ركبت. مش فاهم في حد لما بيجي يعملها يروح داس داس على رجلي اللي قدامي وحاطهم. بص يا جماعه بنوريها لكم كده. احنا كده خلصنا الايه قدام كويس. وتصور يا احمد قبل ما تمشي. يلا ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير.